حكايتي عن شخصين إماراتيين، الأول اسمه محمد الكعبي والثاني اسمه حمد العلوي. الأول طالب جامعي والثاني موظف حكومي، راحوا وتطوعوا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. عساكم على القوة أخوي محمد، شخبارك؟ الحمد لله بخير وسهلا. كيف أمورك؟ الحمد لله. أخوي محمد أنت طالب جامعي صحيح؟ هي نعم. وين تدرس أخوي؟ في جامعة نيويورك أبو ظبي. ما شاء الله، شو تخصصك؟ علوم سياسية. ما شاء الله تبارك الرحمن. محمد قالوا لي أنك أنت من تاريخ 22/7 رحت تطوعت، اخذت اخذت الجرعه صحيح؟ يسموها جرعه صحيح. ولا الابره الحقنه اللي هني تنضرب صحيح؟ صحيح. آه. صحيح. اخوي ابو شهاب حمد العلوي شو اخبارك؟ خير الله يسلمك. عساك بخير. الحمد لله بخير ونعمه فضل من الله سبحانه وتعالى. ابو شهاب يصادف انت ما تعرفت على ابو جاسم محمد، ولكن انت وياه اخذتوا الجرعه في يوم واحد 22/7. نعم. نعم صحيح. انتم من اوائل الناس اخوي حمد صحيح؟ اي نعم الحمد لله، نحن من اوائل الناس اللي اخذنا ابره اللقاح. اها اها. في اثار جانب يوم السبت. اها، في اثار جانبيه ابو شهاب؟ ابدا لله الحمد، بالنسبه لي انا ما عندي اي اثار جانبيه. يعني ها اللي تكلمنا عنها واللي تم الاعلان عنها ابو شهاب، اللي هي الحكه والحمى وبعض الاشياء، هل يدك ولا لا؟ الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى ما في اي شيء من الاعراض هذه اللي حتى الدكاتره خبرونا عنها، ولكن الحمد لله ما صادفتني انا. حاب اعرف من محمد ابو جاسم، في اثار جانبيه؟ الحمد لله ما حسيت باي شيء ولا صارت معي اي اعراض، حتى في اول يوم ما صادفت اي اعراض او اي الام. نحن نتكلم تقريبا عن 17 يوم الحين من خدت الجرعه، تقريبا 17 يوم. يعني 17 يوم شو صار؟ شو الجراءات، المراحل اللي مريتوا فيها ابو جاسم لو تحدثني؟ اول شيء كانوا يتصلون فينا، يسمون التطيب عن بعد، يتصلون فينا الدكاتره يطمنون، وكان في موعد واحد رحنا لأبو ظبي المعارض، شافوا الضغط وتكلمنا مع الدكتورة، كانت تسألنا أشياء جدا بسيطة، هل واجهتم أي آلام أي أعراض جانبية؟ فقط، كانت تجربة جدا بسيطة. هذا الموعد الأول نتكلم صحيح؟ صحيح. إنزين، الموعد الثاني بعد 21 يوم صحيح. صحيح؟ انزين. للجرعة الثانية. للجرعة الثانية، هاي الجرعة الثانية. انزين، أثناء ذلك يعطوكم أعتقد أوراق تعبونها حالتكم الصحية، صح؟ صحيح. شو الأسئلة تقريباً اللي لازم تجاوبها؟ يسألون إذا يسألون عن الحرارة، يسألون عن الضغط، يسألون عن منطقة ضرب الإبرة إذا فيها أي إحمرار أو أي أورام، يسألون إذا في أي لوعة أو أرجاع، لكن الحمد لله ما كانت في أي أعراض من هذه الأمور. الحمد لله. أبو شهاب لبيت، ليش اتطوعت؟ لبيت ببيت الله. آمين إن شاء الله. أول شيء الإمارات بلد الإنسانية، والعمل هذا العمل التطوعي لأجل الإنسانية. هذا يوم بكون أنا شخص مساهم لملايين البشر إن شاء الله بعد نجاح المرحلة الثالثة إن شاء الله. يعني فخر في نفسي وفي أهلي وفي دولتي أعطتني الشيء الكثير. نحن اليوم نشوف في خط الدفاع الأول كثير من الدكاترة ولا أفراد القوات المسلحة ولا أفراد قوات الشرطة يضحون في وقتهم وفي مالهم وفي طاقتهم وفي خبراتهم. فاليوم الدور نحن لازم نقدمه كمتطوعين يعني، وهذا دافع فيني اني اقدم لدولة الإمارات شيء بسيط
وشيء بيطلع من دولة الإمارات إن شاء الله أنه راح يفيد الدول كلها إن شاء الله سبحانه وتعالى، متأملين خير. أنا وقتي ضيق يا أبو جاسم وأبو شهاب، بس شاكر لكم وبيض الله وجهكم، وأنا عارف أن وجهك أبيض، آلاف من المتطوعين اللي راحوا حقيقة على أساس مش بسيطة ومش قليلة للوطن، كذلك الوطن يستحق، الإنسانية تستحق أن نحن نهب لنجدتهم، نهب حقيقة لأن نعكس حقيقة أصالتنا نحن كمجتمع إماراتي بكافة أطيافه بكافة جنسياته، ونرد لهم جزء من الجميل. إذن محمد الكعبي وحمد العلوي متطوعين للتجارب السريرية في المرحلة الثالثة في أبوظبي، شكرا جزيلا لكم.